وانطلقت هلال الجياد في شوطها الاول على جائزه زايد القشي السبيعي يرحمه الله احد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله وثراه. هذا الشوط لجياد وافراس الانتاج السعودي عمره 4 سنوات فاكثر التي لم تكسب ويقام على مسافه 1600 متر قيمه الجائزه 18000 ريال. الصداره الان لمن اللي على ما يبدو من بلادي وتقدم للمتجرد الان في هذه الاثناء. المتجرد المركز الاول من بلادي في المركز الثاني. اشاهد ايضا تقدم سامد وايضا العميق من الخارج وايضا الاحظ المرشح رضان في المنتصف وايضا دانت المزاحمية من الخارج من الاسماء المرشحة في هذا الشوط. المتجرد المركز الاول ومن بلادي المركز الثاني, سامد المركز الثالث, العميق المركز الرابع مع محاولات ايضا من بقية الجياد لتحسين اماكنها. وشاهد ايضا محاولات للتقدم بقية الجياد, كتان ايضا يحاول ان يتقدم من الداخل. والصدارة للمتجرد في المركز الاول من بلاد المركز الثاني دانة المزاحمية. وشاهد اكرم شيخ بدأ يتقدم الان وايضا من الداخل كتان. والصدارة للمتجرد في المركز الاول, المتجرد اخر 400 متر منفرد بالصدارة ما شاء الله. محاولات ايضا للحاق به من بقية الجياد في هذا الشوط. المتجرد في المركز الاول, اكرم شيخ بدأ يتقدم الان في المركز الثاني, محاول للحاق بالجواد المتجرد اخر 150 متر في هذا الشوط. الجواد المتجرد يبتعد وملاحقة من قبل اكرم شيخ في المركز الثاني. اكرم شيخ يتقدم, هل ياخذ الصدارة ودخول على خط النهاية اكرم شيخ؟ اذا ابن الفحل سلمان الجواد اكرم شيخ لاسطبل الفحام يحقق المركز الاول. الف مبروك.